يعني تلك الآليات أظن، نعم لكن مضمون التصفية ما هو هذا القسم الأول من التصفية نعم المتعلق بالدولة اليهودية. القسم المتعلق بالشأن الفلسطيني والعربي مثلا هو مطروح عدة سيناريوهات. يعني القسم الأول لا حوار لا تفاوض عليه. القسم الثاني المتعلق بالشأن العربي والفلسطيني هو عدة سيناريوهات، من بينها مثلا كونفدرالية مع الأردن تضم ما تبقى من الضفة الغربية. نعم هذا جزء من الحل المطروح، وهذا ما يثير حفيظة الأردن. دولة مؤقتة فلسطينية مؤقتة في قطاع غزة، يضاف بحيث يتم توسيع قطاع غزة بعمق يعني حوالي 30 كيلومتر داخل سيناء و20 كيلومتر عرضا، حوالي 600 كيلومتر مربع، يعني تقريبا ضعفي مساحة غزة، بحيث يصبح إجمالي مساحة قطاع غزة 1100 كيلومتر مربع. ثم الإعلان أخيرا عن دولة ذات حدود مؤقتة متروكة للزمن، بحيث أنه إذا حصل أي مثلا تطورات، أي خيارات، أي مشكلات، أي شيء، تبقى الأمور قابلة للأخذ والرد مستقبلا. لكن هذا هو الحل المطروح الآن مبدئيا. نعم. الآن ماذا سيفعلون في اللاجئين موضوع آخر، ماذا سيفعلون في الـ أين في أين أين سيكون الجانب الفلسطيني؟ هل يكون مثلا في الضفة الغربية أم في غزة؟ هناك الضفة الغربية مساحتها حوالي 5500 كيلومتر مربع. هناك ثلاث جيوب فيها الآن، اليهود استولوا على حوالي 45% أو أكثر مستوطنات، وفككوا الضفة الغربية حتى أنهم منعوا التواصل بين مناطقها أو ما تبقى منها. عندما تنضم المستوطنات إلى الدولة اليهودية تصبح لدينا شبه جزر معزولة في الضفة الغربية. هذه يجري يعني تحكم إداريا من قبل مثلا الأردن، نعم ولكنها تبقى تحت السيطرة اليهودية التامة وتحت السيطرة الأمنية التامة. يعني ليس هناك استقلال أو حكم ذاتي أو شيء، هناك إدارة ذاتية إما بالتنسيق مع الدولة اليهودية وإما بالتنسيق مع الأردن أو تحت الولاية الأردنية في إطار مثلا الكونفدرالية السياسية. لكن الإشكال عندما يكون لديك حوالي يعني قرابة 3 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وتضعهم في جزر جغرافية محددة المساحة، أي حل يمكن أن ننظر إليه مستقبلا؟ يعني عذرا، يعني التوسع الديموغرافي لثلاثة مليون هؤلاء بعد 10 20 عام حيكونوا 6 مليون أو 7 مليون أو 8 مليون. كيف يمكن لهم أن يعيشوا في هذه المنطقة مثلا؟ بالتالي هناك يعني مشكلات كبيرة جدا. هذا على كل حال من العوائق، لكن هذا ما يتعلق بالشأن العربي أو الفلسطيني، كونفدرالية أو مع الضفة الغربية أو دولة فلسطينية مؤقتة في قطاع غزة